15 عاماً مضت على رحيل الفنان اليمني الكبير محمد سعد عبد الله، لم يغادر وجدان اليمنيين ولم يكف عن إطرابهم. لو ضاقت الدنيا ودرب الوصل مال، صبرك على بلوى مهما الصبر طال. وصف النقاد الفنان محمد سعد عبد الله بأنه من أوائل الفنانين الذين ساهموا في تطوير الغناء اليمني والخليجي وأدخلوا قوالب تجديدية عليه، إلى جانب ما تميزت به ألحانه من شمولية واستيعاب لألوان الغناء اليمني مع إجادة العزف على العود منذ سن مبكرة. بدأت رحلة محمد سعد عبد الله مع الفن في مستهل الأربعينيات حينما التحق بدورة تأهيل ضمت عددا من أبناء جيله من كبار الفنانين، وكانت أغنيته محلى السمر جنبك التي لحنها وعمره 16 عاما الميلاد الحقيقي لموهبته وأول باكورة إنتاجه اللحني في بداية الخمسينيات، وهي الأغنية التي نالت استحسانا كبيرا لدى الجمهور اليمني. محلى السمر جنبك بين الوتر والقلب في قربك من فرحته نشوان. مثلت أغاني مدرسة خاصة أطلق عليها النقاد مدرسة الموسيقى الحديثة، حيث اتسع نشاطه الفني من المستوى المحلي إلى العربي والخليجي خاصة، فتأثر بتجربته الشعرية والفنية عدد من الفنانين المعروفين. أثرى أبو مشتاق الساحة الفنية اليمنية والمكتبة الموسيقية طيلة حياته الفنية برصيد كبير من الأغاني تجاوزت 100 أغنية من كل الألوان الموسيقية أغلبها من كلماته وألحانه. للفنان الراحل رصيد كبير من الأغاني الوطنية التي ألهبت مشاعر اليمنيين إبان اندلاع ثورتي 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر، وتواصل عطاؤه ضمن هذا اللون مع إعادة تحقيق الوحدة اليمنية التي رسم لها لوحة فنية رائعة. تم الفرح والله تم بين الأخ وابن العم، وأصبحنا يمن واحد والشمل اجتمع والتم. ترجل فناننا الكبير بجسده وبقى فنه حاضرا في وجدان كل متذوقي الفن في اليمن والجزيرة العربية. كلمة ولو قبل خاطر كل سلام من بعيد كل رسالة ياجر بيد ساع البريد بيد ساع البريد.